اهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من سلسلة اسلحة الجيش المصري، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ نتكلم في نوع جديد من الاسلحة وهي الاسلحة المضادة للدروع. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن نوعين من الأسلحة مش نوع واحد. النوع الأول هي البندقية M40 عديمة الارتداد، والنوع التاني هو المدفع SB9. وأول حاجة هنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة هي البندقية M40 عديمة الارتداد، والبندقية دي من عيار 105 ملي وفيها طاقم من إنتاج الولايات المتحدة. يعني إيه؟ يعني الطاقم أو الطقم اللي بيكون موجود جوه البندقية أو جوه المدفع نفسه، الطقم ده هو المسؤول عن إطلاق الطاقة أو هو اللي بيضرب العيار، وفي نفس الوقت هو اللي مسؤول عن عدم الارتداد. يعني بيخلي المستخدم اللي بيستخدم البندقية دي أو المدفع ده ما يحسش بارتداد السلاح عليه. وفي الاصل تم تصميم السلاح ده عشان يكون مضاد لدروع الدبابات، بس ممكن برضو يتم استخدامه كسلاح مضاد للافراد بس في حالة واحدة، لو تم استبدال القذيفة او العيار اللي بتضربه من المدفع او من البندقية دي بقذيفة سهمية خطاطة. القذيفة دي من النوع المضاد للافراد، وقطر السبطانة في البندقية دي من العيار 106 ملي، بس هي في الاصل من العيار 105 ملي. ومن الحاجات المميزة جدا في البندقية دي رغم انها بندقية مغلقية يعني متقفلة تقفيل كامل وبتضرب طلقة واحدة في المرة وبيتم تبريدها بالهواء، الهواء الطلق يعني، تقدر برضو ان هي تكون متعددة الطلقات زي مدافع متعددة الطلقات بتطلق حاجة اسمها الذخيرة المتصلة، واستخدمت اول مرة محمولة على مجنزرات حاجة زي الصواريخ المضادة للطيارات اللي هي S-300 وزي الدبابات. والمهندسين خلوا تصميمها ان هي بتطلق النار او الصواريخ بتاعها في اتجاه مباشر بس، عشان كده زودوا كل سلاح منها بمعدات رؤية ليلية عشان الغرض ده، وفي نفس الوقت زودوها ببندقية رصد مثبتة عشان تحمي السلاح نفسه. ولما نيجي نتكلم عن خصائص البندقية الام 40 هنلاحظ حاجات مهمة جدا، من اهمها ان بلد الاصل هي الولايات المتحدة الامريكية، استخدمت بداية من سنة 1953، ومن ضمن أهم الحروب اللي خاضتها حرب فيتنام، ووزنها 209 كيلو جرام وطولها 3404 ملي متر، والطلقة براس مضاد للدبابات وشديد الانفجار. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن الجزء الثاني من حلقة النهاردة، وهو المدفع SB9 أو SB9، وهو مدفع ثلاثي القوائم، يعني بيتم تثبيته على 3 قوائم حاجة كده زي حوامل التليفونات وزي بعض المدافع المضادة للدبابات، ومن عيار 73 ملم وطوره الاتحاد السوفيتي. والمدفع ده بيطلق قذائف من النوع HE وصواريخ 2A28، والمدفع ده دخل الخدمة سنة 1962 وحل محل البندقية B10، وبرضو البندقية دي كانت عديمة الارتداد. ومن ضمن الحاجات المخيبة للأمل في السلاح ده ان قدرت قوات حفظ السلام الروسية ان هي تدمره من خلال استخدام قذيفة من القذائف SBG، واللي ان شاء الله في المستقبل هنعمل عنها حلقة. ومن ضمن الحاجات المميزة جدا في تاريخ المدفع ده ان استخدمته القوات من الجانبين خلال حرب اسمها غريب شوية، اسمها حرب تنرستيريا. وبالنسبة للدول المستخدمة السلاح ده من العرب هي 4 دول، العراق وليبيا والسودان ومصر. وبالنسبة للدول الأفريقية المستخدمة للسلاح ده 3 دول، أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ودولة مالي. ولما نبدأ نتكلم عن خصائص المدفع ده هنلاحظ ان خصائصه مهمة جدا. اول حاجة النوع ان هو بندقية عديمة الارتداد، بلد الاصل الاتحاد السوفيتي سابقا، فترة الاستخدام من سنة 1962 لغاية الوقت الحالي، طول البندقية دي او طول المدفع ده 2.11 متر، عرضه 99 سنتي، وارتفاع المدفع ده عن الارض حوالي 80 سنتي. وكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، وان شاء الله الحلقة الجاية اكمل الكلام معاكم عن اسلحة الجيش المصري وبالتحديد عن الاسلحة المضادة للدروع، وهتلاقوا كل اللينكات بتاعتي تحت في الديسكريبشن. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام عليكم.